عن حياة حافلة بالإيمان والعطاء والعمل الصالح انتقل إلى الأمجاد السماوية عميد كهنة الروم الملكي للكاثوليك في الأردن الأب الأيكونومس بولس حداد وقد شيع جثمانه الطاهر في مطرنية الكاثوليك أم الصماق إلى مثواه الأخير في مقبرة أم الحيران مكتب فضائيات نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل يشاطرون آل حداد ووزير النقل الأسبق مالك حداد بأحر التعازي ويدعون الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ذويه جميل الصبر وحسن العزاء